الله وبركاته. اليوم سنتحدث عن النشرة الجوية اليوم الخميس الموافق 7/3/2019. في هنا سيكون الجو ماطر في عجلون وجرش وإبل والمفرق وعمان. سيكون الجو غائم جزئيا والطفيلة ومعان والعقبة سيكون الجو مشمسا. وفي درجة الحرارة العظمى 16 والصغرى 11، وهنا العظمى 10 والصغرى 4، وفي عجلون 11 العظمى و5 الصغرى، وفي المفرق 16 العظمى و11 الصغرى، وفي الطفيلة 16 العظمى و12 الصغرى، معان 21 العظمى و15 الصغرى، وفي العقبة 21 العظمى و15 الصغرى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.